from this computer. Yes. فعزيز الطلاب بعد السلام والترحيب عليكم. مادة الكومبلكسيشن مادة تعتبر من أهم المواد في الصيدلة، وهي لها علاقة كثيرة في موضوع البروتينز داخل البدي، لها علاقة في موضوع الهيموغلوبين داخل البلد، لها علاقة في موضوع الدراجز اللي يصير بيها كومبلكسيشن بالأخلي. الدراجز اللي يسوي كومبلكسيشن، فهي مهمة جدا. أول شيء أكو عندنا طريقتين، طريقة الكومبلكسيشن اللي هو فيزيولوجيكال كومبلكسيشن يعني بين الدراج داخل البدي، وأكو عندي الكومبلكسيشن اللي هو بالفارماسيوتكس يعني لما أنا أجي أحضر مادة أسوي preparation أسوي formulation. الformulation أحتاج بها عملية تحضير مادة وأربطها بأخرى، مادة أربطها بأخرى، فهذا الربط يكون أيضا complexation. فإذا عندنا two step either outside of the body اللي هو formulation dosage form or inside the body. ال inside the body اللي هو العلاقة في موضوع يعني قلنا مواضيع كثيرة في مواضيع اللي خاصة هي موضوع ما ادري الصوت يوصل عندكم ان شاء الله. دكتور ممكن تسوي عرض لا اوكي بعد يعني ما بديت المحاضره صحيح ما يخالف لانه اول سلايد انا مسحته ما اعرف شلون صار هو اسمي بي وكذا والموضوع الكومبلكسيشن. بس الهدف من دراسه هذا الموضوع ليش ندرس الكومبلكسيشن؟ مثل ما قلت لكم الهدف from the complexation it's either inside the body to يعني to find the relationship between the drug and the physiological خلينا نقول either solution or component like proteins or hemoglobin or مثلا خلينا نقول بعض المواد اللي هي تصير عملية شو نقول عليها absorption من خلال الستومك. أكو عندنا خلينا نقول عندنا نواقل ترانس اللي هي transfer the molecule in the serum. then كلهن بحقيقة عملية complexation دي يصير. والcomplexation ميزته أنه قابل لل إنه complexation اللي هو يكون ارتباط قابل للفتح يعني قابل to be separated مو يبقى دائمي. إذا بقى دائمي سوالي مشكلة تمام ولا؟ فإحنا كصيادلة ندرسها بهالعنوان هذا. or outside the body قلنا اللي نحضر به formulation. عندي مثلاً فرد مادة أريد أسوي لها loading على مادة أخرى ها أحملها عليها أسوي complexation وبعدين هذا loading راح أجي أنقله إلى داخل الجسم من خلال either syrup or injection or whatever. زين إذا complexations or سموها coordination compound يعني أما نسميها coordination compound or سمي complexation same معنى can be defined as a result of donor-acceptor mechanism. هاي نقطة اللي هي نظرية لويس acid-base reaction. Donor-acceptor واحد ينطي إلكترون والثاني يستقبل إلكترون. هذا نظرية لويس إذا تذكروها وخدتوها. اللي هي عندنا between two or more different chemical constituents. يعني two or more different constituents. زين. هسا نجي شنو دونر ليجند اور بيس. لاحظوا دونر ليجند اور بيس هذا نفس المعاني كلهن نفس الشيء. من نقول دونر يعني هو الليجند اسمه ليجند. بيس means any non-metallic atom. non-metallic مو metallic ion. شنو هن non-metallic ion اور العفو non-metallic atom انا قلت ايه non-metallic atom اور ion whether free or contained in neutral molecules. أما يكون هذا فري لو موجود داخل الموليكيول، أما فري يعني واحدة هو مستقل بحد ذاته لو لا داخل الموليكيولز or an ionic compound زين that can donate هو دونر إذن هو donate an electron pair لازم يعطي electron pair اثنين الكترونات عادة ينطيهن المن to be shared with the acceptor or some يعني constituent. هذا عده اثنين الكترونات وهذا عده هنا فراغ اكو اوربيتال فراغ يصير شيرنج بيناتهم فيسمي العمليه كومبلكسيشن اور كوردينيشن كومباوند. واضحه صور الفكره. دونر اللي هو الليجند اور البيز المينز مي اني نون ميتاليك اتومز اور ايونز وذر فري اور كونتيند ان نيوترال مولكيول
or ionic compound اللي عنده قدرة على أن يشير الإلكترون مالته البير إلكترون with the another acceptor اللي هو ال... زين شنو هو الأكسبتر؟ acceptor that accept the share in a pair of electrons from the ligand and it is frequently a metallic ion. هذا يكون عادة metallic ion. زين. Although it can be neutral atoms. ممكن يكون atom neutral. ممكن metallic or neutral atom. زين. ليش non-metallic؟ لا هو ما له علاقة ليش. هو شوف المتاليك والنون-metallic إنما أكو واحد عنده قدرة على أن ينطي إلكترون والثاني عنده قدرة على أن يأخذ الإلكترون. شايف الفكرة شلون؟ فعادة من إحنا طبعا هاي تعريفات لويس، يعني تعريفات نظرية لويس، اللي يعطي هو ميتاليك كومباوند. عادة الميتاليك كومباوند إن اللي العفو اللي الدونر اللي هو النون ميتاليك أتومز اللي تعتبر نون ميتاليك أيون. فأي مادة تعطي إلكترون سموها نون ميتاليك، وإذا استقبلت سموها ميتاليك. هذه تعريفات بالكيمستري أنتم أخذتوها أعتقد موجودة، هاي نظرية لويس. زين هكذا الشغلة. يعتبر رابط دونر، لا مو رابط دونر، مو رابط ال شو اسمه الدونر. هسه احكي عن الرابط، بعدنا ما وصلنا للرابط. الدونر هو المادة اللي تعطي، الدونر اللي تعطيه. زين اذا المكتسب شيء مثل اكسبتر، واحد دونر واحد اكسبتر، واكو الرابط هسه اللي هو البوند. الرابط هو البوند اللي راح يكون بيناتهم. زين زين اذا يسموه احنا a coordination complex is an ion containing a central metal cations bonded. شوفوا bonded to one or more molecule or ions forming coordinate bond. هاي العصر اللي احنا قلنا عليها coordinate bonds. فعندنا metal ويا ion، تمام ولا لا؟ metal cation ويا ions، ويا الايون metal cations راح يرتبط ويا الايونز، يسوي لي عملية ما يسمى بالcoordinate bonds. هاي تعريفات عامة، سمعوني تعريفات عامة، يعني هذه هسه ما نقدر نطي عليها امثله. اذا نطي عليها امثله راح نجي بالهذا نحط عليها امثله ان شاء الله من نجي بالامثله. طيب بعد اكو coordination number. قبل شوي شلنا coordinate bond or coordination complex coordination number. هاي كلهن الهن معاني ان شاء الله من تشوفوها بالمستقبل بالدراسه مالتكم الها معنى. coordination number is the number of nearest neighbors of an atom or an ion in a lattice or the number of species bond to a coordination compound. مختصر مفيد عدد الاواصر. coordination number عدد الاواصر المرتبطه بمن between the atom or molecule اللي هي بالميدل اللي هي بالسنترال ويا النيبر النيرست نيبر، مو اي بعيد، مو البعيدات، النيرست neighbors of this atom. هذه يسموها يعني عدد البوند. اذا هذا الكوردينيشن نمبر صار واضح ايضا. هسه راح اعطيكم امثله بالسلايدات البقيه. طيب الان عندي الكلاسيفيكيشن كومبلكس. هذا النيشن هو انواع عندي، هذا موجوده في كتاب مارتن، كتاب مارتن فيزيكال شو اسمه فيزيكال فارماسي مال مارتن. انواع هذه شوفوا عندنا يسموها الميتال ايون كومبلكس اللي هو اللي هي ان اورجانيك، واكو كيليشن، واكو عندنا الاولفين تايب. انا ممكن احط لكم يعني ما تحتاجون، مثلا الباي كومبلكس اخذناه اتذكر بالكورس الاول، السيجما هماتين اشرنا الها بس مو كلش، ساندويتش كومباوند ما اخذناها. زين الاشياء اللي تحتاجوها ان شاء الله احط لكم اياها. إذا راح ناخذ الانأورجانيك، راح ناخذ الأورجانيك، راح ناخذ الكوين، عندنا الكوين هيدرون والبيكريك أسيد والكافيين والبوليمر. ثاني أمثلة، ثاني A B C D راح ناخذها هسه. وراح ناخذ عندنا الانكلوجن، اللي يهمني بالانكلوجن أكثر شيء هو بالحقيقة اللي يسموها عندنا الكانال لاتس تايب راح نحكي عنها، والباقي الثاني راح ناخذوهن تاخذوهن، لان هذني المونو موليكولر تايب والماكرو موليكولر تايب. من ندخل ان شاء الله في موضوع البوليمرز والنانو تكنولوجي نحتاجهن
يجوز أكثر. الآن راح أعطي كل واحد تعريف ومثال عليه، تعريف ومثال عليه وتحفظوهن. زين، فنجي على الانأورجانيك. أول واحد انأورجانيك كومبلكس، أبسط مثال وأحسن مثال موجود بالكتاب هذا، أيضا موجود بكتاب مارتن، هو الكوردينيشن نمبر اوف ذا كومبلكس ريبريزنت. ها أول تعريف كوردينيشن نمبر، قبل شوي قلنا لكم شنو معنى الكوردينيشن نمبر، عدد الأواصر. Of complex represent the number of the bond from metal ions to the ligand or احنا عندنا اما واحد ليجند او ليجندز، عده ليجندز هذا اما واحد او اذا اكو عندي اكو واحد عندي دونر واكسبتر، الميتال هو الدونر والليجند هو الاكسبتر، تمام ولا لا؟ فيصير عندي اثنين. طيب شوفوا، من نقول 4 to 6 is the most common، is the most common عادة مو أكثر من لو أربعة لو ستة، يعني البوند راح تتشكل لما يكون أكو فشي بالسنترال، هذا بالسنتر اللي هو الميتال، هذا ميتال سي يو ميتال، وعدي الليجند هاي واحدة اثنين، شوفوا لاحظوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة بوند عادة. زين، فإذا مثل عندنا الأثيلين داي أمين، الأثيلين داي أمين، هذا أثيلين داي أمين is by دينيت ليجند، يعني اثنين بي بي بس اثنين، هذا عدي اكو ارتباط بمادتين، يعني عادة هاي واحدة وهاي الثانية مرتبطات بمن بالليجند، الداي اثيل يعني الداي امين مرتبطة بالاثيلين، داي امين عندنا اثنين اكو اللي هي الداي امين اللي هي NCH2 وهاي العفو NH2. فإذا تلاحظون هذا الأثيل، هذا الأثيل وهذا واحد وهذا اثنين ارتباطين، فإذا داي أو سميح لنا باي دينتيت نسميه. زين، هذا التركيبة بالنسبة إلى عدد من الكوردينيشن نمبر. هنا نلاحظوا السايكليك كومبلكس is formed necessarily this cyclic complex is a chelate or chelate يسموه بعضهم. Thus ethylene ادنا سموها endomines forms chelate with CU، هذا CU بالنص متوالي ولا، وعدنا الاثيلين داي امين، العفو اثيلين داي امين راح يتشكل هو نفسه هذا بس يتحول المن الى شكل سايكليك، نفسه هذا الاثيلين اللي هنا موجود اثيلين يتحول الى سايكليك بوجود CU، يرتبط CU ب ويصير عندي هنا الـ NH وهنا عندني الـ NH2 وهنا نفس العملية تتكرر NH2 وهنا NH العفو إيه NH2. لاحظوا شنو الفكرة الأساسية للموضوع، أنه هذا inorganic بس من تحول إلى cyclic compound راح يتحول إلى نوع ثاني من الكومبلكس اسمه الكيليشن أو الكيليت، هسه راح ناخذه إن شاء الله، راح ناخذه شنو معناه الكيليت اللي هنا واضح إن شاء الله. زين، نجي على بعد شنو معنى الكليت او ما يسمى بالكليشن، احنا نسميه دورات كليشن. زين، ممكن تعيدها، اعيد لك الكليشن هسه راح نعيد الكليشن، هي هذا نفس اللي حكيناه، اكو عندنا دورات ميتال وعندنا موادات ماده الليجند، ميتال وليجند. شنو هو الميتال اللي هنا عندي مثلا السي يو، شنو هو الليجند مثلا عندي هنا CH3 CH2 CH2 مرتبطه بها NH2 منها ارتبطه NH2، فصار عندي باي دنتيتيت، باي دنتيتيت يعني عندنا تو ليجند، يعني عندنا نمبر مالت الكوردينيشن 2، نمبر اللي الكوردينيشن هنا 2 عدد المركبات هنا بها مرتبطه بها 2، فاذا هذا سميناه، مره يكون على شكل يعني ستريت لاين ومره يكون على شكل سايكليك، اذا صار سايكليك بوجود CU or any metal راح يتكون عندنا ما يسمى بالكليت. الكليت الآن هسه راح نجي نشرح عنه، بعد ما يسموه كليش كليت، بعد ما يسموه كليت. زين، شنو معنى الكليت؟ A substance containing two or more donor groups may combine with a metal، هذا الميتال قبل شوي قلنا CU، to form a special type of complex non-as-chelate. دونر شنو هي الجروب؟ أما تكون دائما reactive group لأن هي تطي، فإذا هي فعالة، إذا هي عندها دائما عندها وفرة من الإلكترونات، تمام ولا لا؟
زين هذا اللي قلنا عليها ميتال ونون ميتال. شنو معنى الميتال؟ احنا قلنا اللي ينطي نون ميتال. العفو. دونر جروب ار رياكتيف جروب ليجند يعني اوكسجين بي بهذا او اتش بالاكسجين بالاو يعني او اتش هو اكسجين بي اور سي دبل او اور او بي او اور النيتروجين بعمارات الان اتش 2 اور الان اتش اور السلفر اللي هو الاس اتش اور الاس اس. هذني كلهن ليجند, هذني كلهن عندهن رياكتيف جروبس وممكن ترتبط بهم بالدونر اللي هو عفوا ايه بالميتال اللي تشكل لي عمليه بون جديده وشكل جديد. الان نعطيكم امثله عليها. طيب البونز هنا بالكليات شنو معناها؟ شوفوا ايونيك لو الكترونيك نيجاتيفيتي رياكتينج ويز هاي الكترو نيجاتيفيتي, ده يصير عمليه ايونيك بوند. اذا هذا اول قضيه, نوع البوند بالكليات ايونيك بوند. فاللو الكترو نيجاتيفيتي رياكتينج ويز ذا هاي الكترو نيجاتيفيتي, تتفاعل ويا الهاي تسوي شيرنج بعمليه ال خلينا نقول الكترون. اور برايمري كوفالنت, برايمري كوفالنت يعني شنو هو؟ انفولف ا كومبليت شيرنج اوف الكترونز. هذا برايمري, هذا كومبليت شيرنج, مو فقط تعطي تو الكترونات, لا كومبليت شيرنج اوف الكترونز. اور كوردينيت كوفالنت بوند لينك, لاحظوا كوردينيت كوفالنت لينك يعني two atoms in which both electrons shared in the bond comes from the same atom. هذا الاتوم الوحدة هي اللي هي بها الكترونات اثنين, هذا ال both electron shared in bond comes from the same atom. same atom تصير عملية shared, هاي يسموها coordinate covalent. زين الان صارت واضحه. مره يكون التو الكترونز جايات من البوث, من وحده هاي الاتومز اللي هي خلينا نقول هاي الاتوم سي يو والثانيه سي يو, هاي نفس الاتوم تجي منها صار اثنين ويصير شيرنج. وهذيك مثلا لا, عمليه انفولف كومبليت شيرنج من الالكترونز, يعني كل الالكترون تنتقل من هاي الجهه لذيك الجهه. اور لا, اكو الكترون نيجاتيفيتي تتعامل ويا الهاي الكترون نيجاتيفيتي. زين الآصرة حسب شنو تتحد ايونيك لو غيرها. كل الايونيك جروب قلنا الايونيك هي ارتباطها الكتروني, يعني ارتباط عملية انتقال الكترونات تصير ايونيك. تمام ولا تذكروها هاي القضية انه اي لانه الاخيرة دي يصير sharing between two electrons, يعني مرة هاي الالكترون من هاي وحدة ومن هاي وحدة سوون بوند سموها coordinate covalent links. ومرة two comes from one molecule بس شنو completely sharing, يعني بحيث ترتبط ساعة هنا وساعة هناك ترتبط. زين يا عصر أفضل, هذا متعلقة في نوع المركب, ما نقدر نقول عليها الآن. هو من قلنا covalent يعني تساهمية, من قلنا covalent يعني تساهمية. تساهمية لو انتقال كامل. ما شوفوني باعوني, احنا انا سقط جزء جبت لكم اياها بطريقة اخرى. احنا من نقول مرة ايونيك يعني شنو هو؟ يعني معناها ارتباط وتحول الى ماده اخرى ايونيه وانتهى وانفصل. احنا ما عندنا بالجسم شيء ينفصل ويروح ينتهي, نسميه دائما اكو كوردينيشن, دائما يصير كوفالنت بوند, دائما تساهمي قابل للانتقال واتحاد ثم الانفصال. لكن الايونيك بعد ما بمجال يرجع, ايونيك من يرتبط الا ما تغير الظروف مالته. هذا الفرق بينه وبينه. احنا من نقول الكترونيك من نقول كوفالنت بوند. إذا البوند مالتها بينات يصير عملية انتقال, ولكن انتقال تساهمي, انتقال قابل للانفصال في أي لحظة. زين لأن يعني الجسم غير البرة, البرة من NaCl هذا أيونيك, NaCl هذا أيونيك. من يتحد بعد كون أجي أسوي حرارة, أسوي في الطريقة إلكترونية كهرباء, يلا ينفصل الصوديوم عن الكلور, ما ينفصل بالجسم غير شكل الحجم. هذا النقطة. زين نيجي على اللي بعد. إذن هذين الكليات, أنواع الكليات اللي حشينا على أنواع البوند, أنواع الجروب اللي هي تكون رياكتيف جروب, وشنو تعريفها. زين هذا أول قضية. ثانيا شنو معنى, شوفوا الكليشن هنا, الكليشن عندنا وين the ligand is provide one group سميها mono denatate, لما توفر one group سموها mono denatate.
اللي هو البيلوكاربين. البيلوكاربين قطرة نستخدمها للعين، هذا ما موجودة في استخدامات من الأدوية زين، اللي هي يسموها مونو دنتيت. تو جروبس يسموها باي دنتيت، ثري جروب يسموها تراي دنتيت، اور سكس ليجان يسموها هيكزا دنتيت. فواضحة اللي هو عندنا الآن هذا الأثيلين داي أمين تترا أستيك أسيد، هذا الإي دي تي، سامعين إي دي تي؟ إي دي تي ننطيه للي يتسمم، أي مادة واحد يشرب مادة سامة ننطي إي دي تي، يسوي كيليشن للمادة السامة بالمعدة، ثم نحاول يسوي العملية فوميتينج ونتخلص من المرض مالته أو نخلص من السم مالته. بعملية الكيليشن نعالج اللي يتسممون، أي واحد يشرب مادة خاصة اللي هذا يشرب مادة بيها ميتال أو مادة سامة ريفلكس يسوي إيه، طبعا ريفلكس احتياجي احنا نسوي له ريفلكس ويخليه يعني يصير فوميتينج بيه. طيب واضح الفكرة إن شاء الله. زين يعني بس العفو في اللحظة سأجيكم. زين نكمل موضوعنا إن شاء الله. شوف شو عندكم واضحة جيد. الآن عندنا موضوع اللي الثاني اللي هو there's a several or severe العفو a severe strict requirement on both metal and the ligand. أكو عندنا عدة مطالب وهي كلش حساسة ومهمة اللي هي strict requirement on both metal المتال ويا الليجند. Depending on the arrangement of the ions within the complex can form either square planar complex. Square planar يعني شنو square؟ يعني هذا رباعي الشكل يصير square. عفوا أنا ده ما مشتبه، هذا الشكل يصير رباعي square. زين complex CU ويا النيكل مثلا or يسموها الأكتهيدرال. أكتهيدرال يصير ويا أكو عدي هذا الشكل، يعني ويا بعد أكو لفوق طابق، يعني خلينا نقول هذا الشكل ثلاثة يصعد لفوق أيضا، يعني أيضا هذا موارب رباعي سكوير وهذا وياها أيضا الشكل يصعد. زين هذا يسموه أكتهيدرال. Complex which can be exist in two geometric form. Geometric form عادة الFE ثلاثي أو الكوبالت ثلاثي. فإحنا هسه هذا تدرون ما راح ندخل به هواية بتفاصيله، بس نحتاجه وين الأكتوهيدرال إن شاء الله بالهيموغلوبين. شوفوا الهيموغلوبين عادة هذا مو سكوير شغلته، لا هو أكتوهيدرال. إذن as a consequence of this isomerize الأيزومرزم باعتبار هذا راح يصير به أما سيس وترانس. الليجند عادة الكوردينات مالته يكون أما سيس أو ترانس، يعني خلينا نقول شكل يكون or cis or trans. أنا ما مشتبه، أنا ما أرسم عدل لأنه أني شوية بالقوة أكتب ظهري وجعني. المهم cis أو trans، فهذا الليجند هذا عادة ال consequence of this isomerism only cis coordinated ligand adjacent on the molecule will be ready replaced by reaction with the chelating agent. إذن بس هذا اللي يشتغل اللي هو العفو cis مو الترانس، هذا السيس اللي هو الوحيد لأنه هذا اللي يشكل لي إن أنا جروب ويا وجود مثلاً خلينا نقول CU أو أي مادة أخرى موجودة يسوي السيس كوردينات ليجند adjacent on the molecule will be readily replaced by the reaction with chelating agent. مثال فيتامين B12 and hemoglobin اللي هو ترانس are incapable of reacting with chelating agent.
لانه هو ترانس الفيتامين بي 12 اور الهيموجلوبين اور عفوا الهيموجلوبين قلت هي هوموتروبين هوموتروبين باعتبارها ترانس ار انكابابل اوف ريكتنج وذ ذا كليتنج ايجنت زين وايل الكحول دي هيدروجينيز وذ عندنا ويتش كونتينز زينك كان اندرجو كليشن اللي هو الكحول دي هيدروجينيز هذا طبعا وين موجود الكحول دي هيدروجينيز موجود بالليفر يشتغل على يمن على عملية الديهيدروجينيشن للديهيدروجينيشن للألكهول من يدخل الألكهول يشرب واحد كحول هذا يتخلص من عنده هذا بوجود الزنك راح يصير عندي كليشن زين الآن هذا واضح صار عندي نجي على الموضوع اللي بعد الأورجانيك موليكولر أورجانيك موليكولر كومبلكس كليتنج دكتور شنو ما افتهمت شنو الفائدة طيب مو قلنا إذا كان أكو عندنا حالة واحد يشرب مادة سامة الكليشن راح يتحد بيه راح يتحد بيه وراح يتخلص من عنده زين لا ماكو مشكلة سألوني أسأل أنا يعجبني بس هو لأن هو هذا موضوع يعني حكيته الكليشن الآن اللي يصير ده تلاحظون الأكسجين ده يطب للجسم منو ده يأخذ الهيموغلوبين تمام ولا الهيموغلوبين يتحد وياه وبعدين يطيل ليش يطيل ان عمليه كليشن ده يصير او عندنا مثلا حاله مثلا ماده انزيم الموجود بالجسم انزيم موجود بالجسم اذا كان سيس لو ترانس قلنا السيس هو الاكثر عمليه كليشن يسوي ليها الترانس ما يسوي ليها هذا الشيء فلذلك شفنا انه الهوموتروب الهوموتروبين ويا ماده الهوموبروتين ويا البي 12 ما سوى لي اي كليشن الهدف من عنده توسعه احنا بعد ما ناخذ فكره او اكزامبل بس الاكزامبل هذه راده توسعه بعد اكثر حكي بي يعني ممكن تاخذوه في موضوع البايوفارماسي او تاخذوه في موضوع ان شاء الله عند دكتور فاضل فيفيدكم بعد اكثر الترانس ابد ما يسوي الترانس اي قلنا الترانس ما يسوي بس السيس هو اللي يسوي السيس اللي هو يسوي صحيح هاي كاليشن هاي ها كاليشن سي اتش ككتابتكم وش سي اتش اي زين نرجع على الموضوع الاورجانيك هذا كله ان اورجانيك لاحظتوا الموضوع كله ان اورجانيك اكو ميتال واكو يعني ماده ليجند وده يرتبط بالجسم ويسوي عندي كومبلكسيشن الان الاورجانيك شنو موليكولر كومبلكسز شنو هي الاورجانيك لاحظوا organic coordination compound or molecules or molecular complex consist of constituent held together by weak forces of donor acceptor by hydrogen bond اذن لاحظوا القبلة كان شنو اواصر تساهمية تذكروها inorganic اواصر تساهمية covalent bond coordinate covalent bond هذا hydrogen bond بي ويك بوند عادة هيدروجين بوند زين فإذا the compounds اللي هو الدايميثيل أثيل دايميثيل ألانين هذا مركب داي أثيل ألانين 2-4-6 تراي نيترو أنيزول react in the cold to يعني الوضع البارد يعني to give a molecular complex عادة the dotted line هسه راح اراويكم اياها the dotted line هنا هذا الدوتد لاين هاي الدوتد لاين هسه اشرح لكم اياها بس خلينا نكمل الفكره the dotted line in the complexes of equation indicated that there is a weak secondary valence force اللي هو هيدروجين بوند هو valence force بس هو هيدروجين بوند فاذا at elevated temperature such reaction yield a salt هذا بالcold بالكولد لكن بالحالة لما نخليه حارة درجة حرارة عالية لا هذا الرياكشن يلد السولت يعطيني ملح اللي هو constituent molecule are held together by a primary valence bond هاي secondary هاي primary valence bond الآن نجي الأمثلة هنا أنا أراويكم إياها شوفوا هذا وهذا هذا عندنا بحالة الكولد راح يصير أكو هاي المادة ويا هاي المادة هذا اللي هي تراي أثيل شوفوا هسه إذا تريدون تقروها بالهذا بالكيمياء اللي وش كتبنا تراي نايترو هذا تراي نايترو واحد اثنين ثلاثة واحد
اثنين ثلاثة تراي نايترو تمام ولا لا؟ وبعد شو يقول تراي نايترو حتى نقرا تراي نايترو انازول اللي هو مادة الانازول اللي هي نفسها هاي اسمها انازول هي هاي كلمة انازول هاي انازول فتراي نايترو يرتبط لاحظوا شلون يرتبط ويا ال CH3 هسه هنا طبعا بوجود هاي زائدا قلنا راح يصير اكو فد هيدروجين بوند بسيطة او نسميها سكندري كوفالانس سكندري بالانس بوند زين يصير ارتباط وياها العفو مو ويا ال CH3 ويا ال N انا اشتبهت ويا ال N هذا الارتباط هنا يصير ويا ال N زين هذا اذا كان بحالة الكولد لكن اذا بحالة درجة حرارة لا اعلى من هذا الشيء لا راح يتحول الى بلس شوفوا العملية شلون انعكست هسه نفس التركيبة زين هناك صار عندي بدل ما الاتش هنا راح ترتبط ويا الان هنا الاتش ترتبط ويا الان ببالانس هنا ايش راح يصير عندي لا ارتباط كلي راحت السي اتش 3 كلها راحت ويا الان كلها راحت ويا الان ارتبطت هيك ما رايحه انا ويا الان هذا هنا السي اتش 3 ما راحت ويا الان بينما هنا راحت حالة درجة حرارة عالية بالهوت هذا نسميه organic complex organic complex زين طيب هسه واحد يجي يقول لي ذني وين موجودات ذني موجودات بالميتابوليزم عندنا بالميتابوليزم احنا ما دارسين الان شغلات اللي هي داخل الليفر شي يصير وما يصير بس هذا نحتاجه بالليفر ان شاء الله ناخذ كمثال الان ونعبر عنه نروح للي بعده اللي هو الأورجانيك مولكيولر كومبلكس يقول many organic complexes are so weak that they cannot be separated from their solution بما أنه so weak ومو stable لمدة طويلة صعب أن نفصلهم من المحلول ما نقدر نحصلهم بالمحلول دائما بس نجي نفصلهم رأسا يرجعون إلى وضعهم الطبيعي يرجعون كل مادة إلى وضعها الطبيعي فإذا هي they cannot be separated from their solution as definite compound. ما قدر نعزلها كمركب مشخص. And they are often difficult to detect by chemical and physical means. إذا أريد أدخلهن أيضا بالchemical وphysical means يعني شنو إذا أفحصن بالHPLC أفحصن بأجهزة كثيرة عندنا بالUV شو هذا chemical وphysical means هم صعب أن أحققهن بسهولة. ولكن اكو طرق اخرى بقياس الانرجي طبعا the energy of attraction between the constituent is probably less than 5 calorie per mole for most organic complex اغلب الاورجانيك كومبلكس هي ضعيفه وهي حتى تقريبا 5 كيلو كالوري بير مول وهي ايضا هيدروجين بوند وهي صعبه الديتكشن وصعبه السيبريشن بالمحاليل هذا المختصر المفيد عن موضوع الأورجانيك. بعد sometimes one molecule polarizes the other. Polarize ممكن تسوي لها عملية polarization, resulting in a type of ionic interaction or charge transfer. And these molecular complexes are often referred as a charge transfer complexes. في بعض الأحيان تسوي عملية polarization لأختها الليجند أو للأخرى للأنذر خلينا نقول compound ويصير عملية ارتباط بيناتهن بحيث يكون أكو charge or ions ارتباط أيوني بيناتهن وهذا نسميه charge transfer complexes نسميه charge transfer complexes سوي لها polarize بالحث احنا هسه بالحث لو مو بالحث ما نعرف الحث عاده ما يندرج شلون دا يصير هذا الحث اذا انا اسوي انا من عندي هي بالحث اما اذا هي من تقترب من عندها اكو فد عمليه جروب الجروب هي بها عمليه بولارايزيشن قويه للي بصفها تولد عمليه شحنه يعني تتجه باتجاهها يصير بوزيتيف مثلا وذيك الطرف يصير نيجاتيف زين فاندرفال مثل فاندرفال لا هو فاندرفال فورسز مو هالشكل فاندرفال فورسز الا اللهم مثل عمليه خلينا نقول نوع من انواع الفاندرفال اللي هو مثلا عندك الديبي اي ممكن يكون هذا الشيء صحيح اللي هو يسوي عمليه تحفيز زين اللي بعد شنو عندنا هذا مثال عليه هذا مثال على الايونيك هذا على الميثانيك الكترون دريفت
or partial electrons transfer by polarization نسميها pi bonding. Pi bonding زين. هذا المركب اللي هو عندك النيتروجين والاكسجين، فالاكسجين بي دائما بالكترونات زايده ينطيها للنيتروجين يصير بوزيتيف وهذا يصير نيجاتيف، والنتيجه يصير عندي عمليه شبه الحف على انه تكوين بوند نسميها احنا تقريبا ايوني. هذه الرابطه بينهم ضعيفه، طبعا ضعيفه لا زالت ضعيفه. شو وقت شلون تشارج ترانسفير يصير نقل، يعني صارت نقل الشحنه الرابطه بينهم ضعيف. هو شوفي بعض المرات هذه قلنا الاولى اللي هيدروجين بوند ضعيفه، هيدروجين بوند هذه اول نوعيه حكينا عنها هيدروجين بوند، وين كانت هذه؟ هات هنا انا قلنا لو انا مشتبه هنا ويك فورسز دونر اكسبتر اند هيدروجين بوند. وبعض الاحيان يصير عندي عمليه البولاريزيشن، هذا ايضا تعتبر اقوى من ديكه، اقوى من ديكه، ولكن مو هي هو مو تحول ايوني كامل، هذا مو تحول ايوني كامل، مو ايضا قابل للفصل، يعني قابل للفصل بس هو اقوى من القبله. زين الان نجي نقول بعد the differences between a donor and acceptor and charge transfer complexes is that in the later، هذا الاخير اللي حكينا عليه ابو البولارايز يصير type resonance make the main contribution to complexation. تعرفوا شو معنى الريزونانس؟ هو ما يحتاج، يعني الريزونانس لما عندي فد موليكيول معين، افرض هاي الموليكيول مره يكون هي بها باي، طبعا مره تكون هاي هنا الشحنه تتحرك ومره تكون هنا الشحنه تتحرك، يعني عمليه بولار، يعني الريزونانس هو تحرك، فحينما يلتقي بماده اخرى يصير بولارايزيشن بالثاني. هذا الريزونانس ميك the main contribution to complexation while the former London dispersion forces and dipole-dipole interaction contribution more to stability of the complex. قبل شوية قال أحدكم أعتقد ذكرها الباندرفال forces، هي London forces لأنه عملية يصير تحرك المولكيول أو الإلكترونز باتجاه معين ويصير عندي قطبيه بولارايز وبعدين يحث اللي بصفها ويصير عندي عمليه دايبول دايبول انتراكشن ويؤدي الى ستابيليتي اوف ذا كومبلكس. هذا الاصل بالموضوع. شوف شنو كتبتوا لي، حاله الرنين، إيه لا انا ما اريد الترجمه عباس، حاله هي الريزونانس، عندنا الريزونانس هي معنيه تحرك الالكترونز داخل، يعني الالكترون ما يبقى ثابت في وضعه ابدا، يتحرك دائما حتى يعني يجد فرصه لانه يهرب، ولكن طبعا القوى الاخرى تجره فيسموه ريزونانس. هذا الريزونانس هو اللي يسبب بولارايزيشن باتجاه معين وبعدين يسوي عندي كومبلكس. هذا الاختلاف الاول، the difference between donor and acceptor and the charge transfer from is that the later الاخير ابو عمليه البولارايزيشن شبي يصير بي ريزونانس make the main contribution to the complexation while the former اللي هو London dispersion forces and dipole يصير عمليه interaction contribution of more stability of the complex. طيب النقطه الثانيه، charge transfer complexes are of importance in the pharmacy، مهمه بالفارماسي هاي عندنا. ليش؟ لانه ايودين forms one to one charge transfer complexes with the drug اللي هي وعدنا الديسلفرام او الكلورميثازول اور التول نافثيت. هذني الايودين موجود بالجسم ومن ناخذ عندنا الديسلفرام لو الكلورميثازول لو ناخذ عندنا التول نافثيت مثلا اللي هو معروف عنه الانتي فانجل، فذني من نعطيهن للمريض راح يتفاعل ويا الايودين بعمليه البولاريزيشن اللي قلنا عليها قبل شويه. لاحظوا اذا هذين النقاط ليش نشرحن على مود تعلم الفوائد مالتهن بالجسم. هذا ان او هذا الاورجانيك موليكولر اللي نوعيته النوع الثاني، قلنا النوع الثاني اللي هو يصير بي بولاريزيشن. طيب شنو بعد اكو؟ ماكو حكي؟ اوكي. نجي على الكوينين، هذا اللي عندنا ما يسمى كوين هيدرون كومبلكس، هو 1 تو 1 كومبلكس فورم بين بنزوكوينون اند هيدروكينون، ماي بي سيد تو ريزلت فروم اوفرلاب اوف ذا باي
framework of the electron adrenal deficient quinone molecule with a pi framework of the electron rich hydroquinone molecule. يعني عندنا مادة عادة أكو اللي يصير overlap between two molecules واحدة فوق الأخرى كأنما هذا واحدة rich with electron واحدة لا يعني عندها يعني عندها خلينا نقول فقر أو قلة بالهيدرو فيرتبط بياناتهم بعملية الباي باي framework electron deficit اللي قلة اللي هو الكوينون ما بي deficit quinone molecule with pi framework of the electron rich اللي هو الهيدروكينون هيدروكينون بي الكترون زايد واللي قلة بي اللي هو الديفيشنت أو الديفيشنت بعد ما تسموه أو الديفيشنت كينون الكترون قلة في الكترون فيصير بينات عملية pi framework ها هي فقط complex one to one framework between them يصير هذا أكثر شيء وين نستخدم الهيدروكينون ذن بتجلد نستخدم الكوينون وعملية الهيدروكينون اللي نستخدمه في للجلد لعملية إذا شايفين يصير الجلد بقع سود يصير به وهو سببها فقدان ل خلينا نقول إنزيم معين بالجلد وهذا الإنزيم يسبب لي أكو أنه الصبغة اللي هي الميلانين تبقى على الجلد سودة وهذا يسبب مشكلة فأستخدم الهيدروكينون هيدروكينون راح يسوي أكسيديشن بالنتيجة يرجع الجلد إلى لونه الطبيعي زين يعني الكلف نعم زين نجي على البعدة اللي هو البيكريك أسيد بيكريك أسيد أيضا كومبلكس بيكريك أسيد هو اللي هو 2 4 6 تراي نيتروفينول هذا react with a strong عندنا with a strong and weak bases to form of molecular complexes molecular complexes واحدة معدهن عندنا البوتسين بيكريت اللي هو يعني عادة represent 2 to 1 complex هذا البوتسين بيكريت هذا اللي يتحد ويا البيكريك أسيد هذا البوتسين هي الweak bases بيكريت اللي هو بيكريك أسيد صح عندي اثنين اثنين من البيتسين وواحد من البيكريت كومبلكس زين اذا هذا عدى تو بوند هذا تو بوند ات از يلو باودر انسولبل ان ووتر بات سولبل ان اورجانيك سولفنت هاي ميزته اثنين يوز از 1% اوينتمنت فور بيرنز اند بينفول سكين اللي هو السكراتشنج السكراتشز اللي يصير بالجلد نتيجه الحروق او نتيجه يعني سبب التخدش اللي يصير كبير نستخدم هاي المادة اللي هي البيتنسين عندنا بيوتسين بيكريت بيوتسين بيكريت طيب شنو عندنا هاي النسبة بين من تشمل شتمثل هو قلنا وإحنا أنا معطيكم مثال من أقول لك 2 to 1 يعني معناها شنو يعني 2 ليجند يعني 2 بوند الكوردينيشن نمبر يعني 2 هذا معناه It has been suggested that the stability of the complexes formed between adna el carcinogenic agent and picric acid is related to the carcinogenic activity. تدرون انتو اكو بعض المرات عندنا اكو بعض المواد نستخدمها يعني جسم احنا ناخذها بجلدنا او عفوا ناخذها سواء بالاكل او كذا تعتبر مواد كارسينوجينيك ايجنت يعني ماده مسرطنه فالبيكريك اسيد يعني يسوي وياها باعتبار شوفوا لاحظوا ان بيكريك اسيد از ريتد تو كارسينوجينيك اكتيفيتي هاي ميزه هذا زين فاذا الاستابيليتي مالته الهم للكومبلكس يسبب لي مشكلة يعني عدم الستابلتي ما تلعبوا لأنه هو it has been suggested that the stability of the complex formed between the carcinogenic agent and picric acid is related to the carcinogenic activity الفعالية مالته اللي عايدة للكومبلكس مالته أنه يسبب لي مادة مسرطنة هذا هو البيكريك ولذلك الآن هذا الآن تقريبا هذا منع من الاستخدام بالسكراتشينج أو بالهذا هاي المادة اللي هي البوتسين بيكريت بوتسين بيكريت لأن الكومبلكس مالته الستيبلت مالته يعتبر كارسينوجينيك اكتيفيتي بي كارسينوجينيك اكتيفيتي طيب هذا هو البوتسين مو ما مطلوب حفظ ترى انا ما اطلب من عندكم حفظ هاي الاشياء لا تتصورون اقول لكم ارسم هاي ماتين ما مطلوبه من عندكم هاي امثله للفهم
نجي للدراج كومبلكس اللي هو الكافيين which انه يمثل لي number of acidic drugs يعتبر acidic drug. زين الكافيين مو هو يعني with a number of هو الكافيين يتحد بالacidic drugs هذا قصدي لان هو الكافيين مادة قاعدية. The interaction between caffeine and sulfonamide or barbiturate are attributed to the dipole-dipole force or hydrogen bonding between the polarized carbonyl group of the caffeine and hydrogen atoms of the acid. إذن أنا أريد أن تعرفوا لي أنه مثال الكافيين على الدراج كومبلكسز شنو نوع البوند وايضا ويا من يتحد ويا الاسيديك يا هي باربيتشريت والسولفانامايد. زين most of the drugs belong to the ester complexation therefore a particular concern to the pharmacist to relate and related to the complexes formed between ester and amine phenol ether and ketone. تعرفون اغلب الادويه هي بالحقيقه ester تدرون ولا اغلب الادويه عندنا ester هي complexation. لذلك هذه تعتبر من أهم الأشياء اللي تقلق الصيدلاني concern the pharmacist اللي تعود إلما لتكون الكومبلكس complex between the esters or the amine or the phenol or the ether or the ketone بالجسم. لذلك الأدوية اللي سبب لي complex من خلال هذه الأشياء كنا نكون نفحصها ونتأكد منها قبل ما يعتبر دواء صالح للاستعمال إلى المريض. هذه الكافيين هم أخذنا عليها فكرة والآن أعتقد خلص الدراج كومبلكس. الآن نأخذ هذا مثال الكافيين اللي يرتبط بالمادة أخرى وأنا ما قلت لكم هاي استركتشرات للفهم للتعلم جدا بسيطة ما بيش شلون يصير عملية البولاريزيشن شلون تروح النار ويصير عندك هذا الكترون فارغ وبعدين تتحول إلى ارتباط هيدروجين بوند ويا المادة الثانية أو ويا قصدي ويا الكافيين. الدراج كومبلكس هذا العفو هذا درسناه لا بعد. كافيين forms a complex with organic acid anions are more soluble than the xanthine. تعرفون المواد اللي تشبه الكافيين الزانثين والموجات بالشاي بنتياتين والكومبلكس اللي يتحول مع الانيون more soluble than the xanthine and with organic acid like اللي عندنا الجنتسيك أسيد اللي هي باعتبار لازم يرتبط بأسيد جنتسيك أسيد are less soluble than the caffeine alone. This will make its normal bitter taste and hence can be used for chewable tablet. هذا الارتباط بين الكافيين يعني شوفوا باعتبار هذا الجنتسيك اللي هي الجنتسيك أسيد باعتباره bitter taste bitter taste فمن يرتبط بي يصير less soluble than the caffeine أولاً وبعدين يصير بي this will make its normal bitter taste and hence can be used for chewable tablet. زين إذن هذا من يسوي له mask للbitter taste mask يعني يفقد أو يحاول يخفي البيتر تيست لذلك نستخدمه بالchewable tablet. زين أكو سؤال استفسار لهنا شوف شنو عندكم بي كافيين تشوبل تابلت اي تشوبل تابلت يعني بي كافيين بس من نخلي ويا من نخلي كومبلكس ويا الجنتسيك اسيد راح يختفي الماد يختفي المروره مالته تختفي المروره مالته. دكتور ممكن اعاده لهذا السلايد قطع الصوت اوكي الان اعيد هذا السلايد. عندنا اكو من حدا من التطبيقات الكافيين الفورمز كومبلكس مو احنا درسنا على الكافيين واحده من عندهن يسوي لنا كومبلكس ويا الاورجانيك اسيد الان نسميها الانيونز ار مور سولوبل دان ذا زانتين. اول شيء مور سولوبل دان ذا زانتين هاي واحده. اثنين وذ عندنا الاورجانيك اسيد مثل عندنا الجنتسيك اسيد اللي ار لس سولوبل دان ذا كافيين اقل سولوبل من الكافيين الون واحده لذلك يخفي لي الطعم المر ايضا للكافيين ولذلك استخدمه بالتشوبل تابلت لان انا ما اريد يعبر بالتشوبل تابلت ما يريد يعبر من خلال الستومك ما يريد يعبر من خلال الستومك فيكون less soluble ولذلك استخدمه بالتشوبل تابلت فهو من هناك بالجسم راح يتحرر عندي يتحرر الكافيين ويعبر المن للدم يعبر للدم اول مره هذاك اقل soluble
نستخدم التشوب التابلت وبعدين من يتحرر راح يعبر للفائدة مالته نستخدمها. طيب البوليمر كومبلكس شنو هي عندي؟ البوليمر كومبلكس واحدة من عندهن عندنا البولي أثيلين جلايكول، بولي أثيلين جلايكول، وعندي البوليست عندنا البوليستيرين، وعندنا الكربوكسي مثل سيلولوز ار سيميلر بوليمر كونتينينج نيوكليوفيليك اوكسجين، عادة بها فد نيوكليوفيليك يعني خلينا نقول نواة بها اوكسجين وتكون بها الكترونز، هذه بها ميزة، ويصير بها عملية the incompatibilities of certain polymers such as عندنا الكربوكسي عندنا الكربوكس and the twins with tannic acid salicylic acid and phenol can be attributed to these interactions. فإذا شفنا أكو مادة تتفاعل هذه الـ يعني البولي أثيلين أو عفوا البولي إيثر نسمي بولي إيثر اللي هي متعدد الإيثر يعني عدة إيثر، هذا مثل عندنا الكربو واكس والتوين توين أكو عندنا توين 20 وتوين عندنا 80 وعندنا تانيك أسيد مثلا وسالسليك أسيد، طبعا هذا من يتحد وياها يعني ويا التانيك أسيد ويا السالسليك أسيد يسوي له incompatibility يعني غير متفاعل وياها، نضطر نستخدم شنو؟ نستخدم البوليمر حتى يتفاعل وياها. بالمناسبة هذا قصدي البوليمر يسوي complexation between the incompatible material salicylic acid incompatible ويا الكربوكس، نستخدم وياها أي بوليمر حتى يسوي لي عملية ارتباط. إذن some of interaction of the عندنا الكروسبوفيدون مادة الكروسبوفيدون with عندنا الأسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول، بنزوكاين اللي هو أنتيبايتيك، بنزويك أسيد اللي هو يعني يعتبر مادة شو نقول عليها مادة البنزويك أسيد اللي هو تعتبر بريزرفاتيف، كافيين and tannic acid are contributed to its dipolar character with phenolic group on the drug. هذا التعامل اللي يصير بيناتهم من خلال dipolar character with the phenolic group on the drug. طبعا الكروسبوفيدون is a distinct نحن نسمي الكروسبوفيدون is a disintegrant. disintegrant يعني شو معنى disintegrant؟ هاي الكلمة هاي معناها يحطم التابلت، من التابلت من ياخذ الجسم داخل المعدة شلون تتفتت وتصير قطع بوجود مادة disintegrant اللي هي ايه هلا شوف بس هاي العفو شوف شنو عندكم من السؤال متفكك اي disintegrant. فاذا الكروس بوفيدون يفيدني بهاي العملية use in pharmaceutical granules and the tablet it does interfere with the gastrointestinal absorption because the binding with the drug is reversible. فإذا هي لأنه التفاعل مع الدواء reversible فإذا ممكن يتفاعل وياه بعدين يخرج نتخلص من عنده ويرجع الدم يرجع الدرج free، وممكن أنه دكتور ثاني فقرة ممكن تعيدها. بعض التفاعلات بالكورس الكروس بوفيدون مع الأستامينوفين بنزويك أسيد بنزوكاين بنزويك أسيد كافيين تانيك وهكذا يقول هي بالحقيقة إلمن لها علاقة بالدايبولر كاركتر. دايبولر كاركتر يعني عندنا المادة بها دايبولر منها بولر منها بول زين دايبولر كاركتر with phenolic group on the drug. الفينوليك جروب بالأستامينوفين بالبنزوكاين بالبنزويك تتفاعل وياها ويسوي لها عملية تفاعل، بس هذا ريفيرسبل يعني بمجرد أن يدخل بالجسم ويروح يصير عملية الديسنتجريشن وبالغاسترو انتستينال يصير فري دراج ثم يصير ابزوربشن للدراج بعد ما يرجع وضعه الاتحاد الكومبلكس ينفك داخل الجسم او داخل الاستومك. هذا الفكره، هذه بوليمر كومبلكسز نوعها بوليمر كومبلكسز. اوكي هذا واحد من الاشياء كمثال عليها وتاخذوها ان شاء الله جزء بالثالث او بالرابع اذا درست التكنولوجيا اكثر تفصيل عن هذا المواضيع. Inclusion complexes. شنو هو inclusion complexes؟ يعني a class of additional compound known as inclusion or occlusion compound result more from يسموها architecture of the molecule than from chemical affinity. الآن هذه architecture مالت المولكيول أفرض شكلها الشكل.
هذا اكو هنا بور، اكو هنا عندي مثل المكان اوكلوجن تدخل به الموليكول الثانيه تدخل به، فيسموه انكلوجن اوكلوجن كومباوند ريزلت مور اركيتكتشر مولكيولر ذان دي كيميكال. هاي مو كيميكال تفاعلات، لا هو الشكل مثل البور، مثل البور يدخل من خلاله الدراج ويقعد وياه يصير كومبلكس. One of the constituent of the complex is trapped, يصيد in an open gauge. هذا open gauge crystal. هاي crystal شكله crystal structure of the other yield a stable arrangement. راح يولد لي stable arrangement or complex بهاي الحالة. أحسن مثال على هذا هو cyclodextrin. هسه إن شاء الله نجي ناخذه. Inclusion compound اللي هو channel lattice type. أدنى هو مثال على ذلك هو الكوليك أسيد، البايل أسيد الموجود بالجسم. هذا الكوليك أسيد شو يسوي؟ Can form group complexes. شو يسوي لها؟ عندنا principally involving deoxycholic acid in combination with paraffin, organic acid, ester, ketones and aromatic compound. كل هالمواد من تدخل الجسم وعدك اكو موجود البايل اللي هو بيكوليك اسيد اللي هو بيسموها يسموه كانال لاتس. يعني كانال لاتس يعني شنو؟ هذا كانال شكله شكل الكانال، يسوي كومبلكس ويا المواد ذني من خلال دخول الماده داخل الكانال، داخل الكانال، وبعدين طبعا راح يطردها او راح يهضمها. زين راح يهضمها. They arranged with deoxycholic acid. قلنا deoxycholic acid to form of canal into which the complexing molecule can fit. يدخل داخل fit. مثال ذلك urea and thiourea can do some same complexes. هذه سموها سميه canal lattice. canal lattice هذا سموه canal lattice. مثال على ذلك الكوليك acid اللي موجود بالبايل acid. شو يسوي لي؟ يسوي لي عملية deoxycholic acid، تفاعل deoxycholic acid combination، ومن خلال ذني المواد ويتولد عندي فت complex stable. مثال آخر هو اليوريا أيضا ويا الثايو يوريا أيضا سبب نفس المشكلة. النوع الثاني هذا الكنال الأول، هذا الثاني سموه layer type. layer type complex. layer type some compounds such as clay الطين يسموها المونو مونوتوماريترونيت. هذا اسم مادة الكلي. زين مونوتوماريترونيت ذا البرنسبل كونستيتوانت اوف ذا بنتونيت. البرنسبل الاساسي هاي المادة هي بالاصل هي مادة البنتونيت. ميز تراب شو يسوي لنا تراب؟ المن للالكوهولز اور هيدروكربونز اور جلايكولز between the layers. باعتبار هذا الكلي بلاير مختلفة فيصير trapping، يدخل من خلاله الالكوهول الهيدروكربون جلايكول between the layers of the lattice. الجرافيت عندنا الجرافيت can also interact. شوف شنو can also interact عفوا interact compound between it. فإذا الفكرة هنا layer trap layer type complexes. مثال عليها الكلي واللي موجود بالبنتونايت ويسوي الترابينج للالكوهول والهيدروكربون والجلايكول ويمنعها من عمليه العبور. او اذا نحتاجهن احنا يجوز هنا في بعض الاحيان نحتاجهن خارج يعني بالفورميليشن، نسويها بالفورميليشن برا ايضا نحتاج نستخدم الكلي وحتى يرتبط من خلالها الكومبلكس. هذا الثاني. الثالث هو الانكلوجن، يسموها الكومباوند اللي هي عندنا الكلاثريت. كلاثريت هذا رقم 3 كلاثريت انكلوجن كومبلكس. وعندنا الهيدروكينون كريستال 4 وعندنا 5 الوارفارين 5. اعتقد هذا مثال. المهم العفو ذني اعتقد امثله. الكلاثريت اللي هو الكريستال عندنا كريستلايزز ان ا كيج لايك لاتس. هذا بشكل كيج لايك لاتس ان ويتش ذا كوردينيت كومباوندد از ترابت انترابتد ينصاد بي او يكون بي. عادة molecular size of the engaged compound يكون very important. هذه أمثلة العفو، هاي مو أربعة أو خمسة، هاي أمثلة عليها. هاي أمثلة الهيدروكينون كريستال اللي هو traps عندنا الميثانول أو CO2 HCl but not smaller and larger molecule. يعني ما يصير بعد أقل
أو أكبر من هاي الموليكيول، ما يصير أكبر، هذا الهيدروكينون ما يأخذ أكثر من هذا. لكن الوارفارين صوديوم يو اس بي لا، is a clathrate of water isopropyl and sodium warfarin. Sodium warfarin. شوفوا لاحظوا هذا عملية inclusion، ليس الinclusion. بس شنو هو gauge؟ مثل القفص cage like lattice، وهذا يصير coordinate with compound when trapped المولكولار سايز اللي تكون حسب حجمها إيش قد راح يدخل من خلالها المادة. مادة تسمعوني لو لا تسمعوني؟ يعني ماذا أشوف في التفاعل؟ أوكي جيد واضح ممتاز ممتاز. أوكي أوكي خل أرجع للمحاضرة ما أدري وين صارت. أي زين. فإذا العفو هذا زين. النقطة الأخيرة اللي هو الساكلودكسترين، قلنا الساكلودكسترين هو هذا الفاميلي مالت كومباوند اللي هي ميد اوف شوجر، مواد من شوجر متحوله مولكيول بوند توجذر ان ا رينج، رينج سايكل اللي هي يسموه اوليغو ساكرايد، هي رينج اوف ساكرايد. فاكو نوع يسموه الفا ساكلودكسترين، بيتا ساكلودكسترين، جاما ساكلودكسترين. الالفا 6 ممبر اوف شوجر، البيتا 7 والجاما 8 شوجر رينج مولكيول. الformation of the inclusion compound greatly modified the physical and chemical property of the guest الضيف المولكيول. يعني هنا شنو نوع الphysical وchemical property of the guest المولكيول الدرج اللي راح يدخل بي complex most in the term of water solubility mostly in terms of water solubility. ليش؟ هو المادة إذا ماتت عادة not soluble in water، بس خلي cyclodextrin راح يصير soluble. ليش؟ لأنه هي راح تسوي لها inclusion بداخل الجيج مالتها بداخل cyclodextrin وتسوي لها soluble بالwater. وأمثلة عليها كثيرة أنا مستغل عليها. هذا هو cyclodextrin. شو هذا cyclodextrin؟ كم مولكيول هذا بي عندك وحدة 2 3 4 5 6 هذا هو عندنا الالفا، وهذا الشكل مالته. وهاي تدخل هنا عندنا المولكيول اللي هي نوت سولوبل، نوت سولوبل تدخل هنا، بعدين هذه يدخلها للووتر وبالهيدروجين بوند يصير سولوبل. عندنا لارج نمبر اوف هيدروكسيل جروب. شوفوا هنا عندنا ايش قد اكو هيدروكسيل جروب هنا راح تصير كلش هوايه هيدروكسيل جروب، لارج نمبر اوف هيدروكسيل جروب هاي كلش عندنا. فلذلك هذا لارج نمبر اوف هيدروكسيل جروب اون ذا ساكلودكسترين engage them يعني تاخذ الدواء with a high expectation توقع عالي of the water solubility. يعني انا مسوي هذا مع cyclodextrin وزاد عندي solubility مال تدرج بحدود تقريبا 6 الى 7 اضعاف. although beta cyclodextrin contains a high number of hydroxyl group than the other، يعني البيتا هو احسن من البيتا cyclodextrin، طبعا احسن واحد البيتا cyclodextrin. زين فإذا خل أشوف بس منو هذا الرسالة. طيب ماكو مو يمني. طيب ماكو شير. ماكو شير. واو بد لحظة. زين وين يس 27 رسالة من 27 دكتور سايكلودكسترين كل ما طلع من بديته دكتور. أوكي أوكي السايكلودكسترين هذا سايكلودكسترين لاحظوا هذا سايكلودكسترين أنواعه ثلاثة. أما هو طبعا من نوع يسموها الكمباوند اللي هو يعني من الشجر كمباوند عادة متكون من الرينج سايكليك كمباوند يسموه أوليغو ساكرايد. وقلنا أكو نوع ألفا وبيتا وجاما هاي زين. وقلنا أيضا موضوع النوع الفورميشن هو inclusion compound الجست يعني الضيف راح يدخل داخل أو المولكيول الجست راح تدخل داخل الجيج أو داخل السايكلودكسترين فيزيد solubility مالتها. وقلنا أيضا هذا شكل السايكلودكسترين تلاحظوا بعدة هيدروكسيل جروب
هذا بي 1 2 3 4 5 6 اذا هذا الفا نوعيته الفا وهذا ايضا نوع ايضا شلون يدخل الجست هنا بداخل هذه الجيج مالت السايكلوستيرين حتى يكون مور سولوبل دراج وقلنا ايضا نوع اللارج نمبر اوف هيدروكسيل جروب اون ذا سايكلوستيرين انجيجز ذم with a high expectation of water solubility بالرغم انه بيتا سايكلوستيرين contains a higher number of hydroxyl group than the other cyclodextrin لكن البيتا سايكلوستيرين solubility is the lowest compared to the alpha والgamma this is due to the formation of the internal hydrogen bond network اكو داخل نفس السايكلودكسترين يصير عندي هيدروجين بوند تنشغل بعض الاكسجين والهيدروجين بداخل الموليكيول مال السايكلودكسترين بالبيتا ويؤدي لي هذا النتورك انه الى سكندري هيدروكسيل جروب وهذا يقلل من عمليه التفاعل مع الدرج ويقلل من السولوبيليتي رغم انه البيتا هو اكثر بهيدروكسيل جروب Between the secondary hydroxyl group, therefore distribution of the hydrogen bonding, therefore through molecular manipulation gives increased water solubility. إذا من خلال هاي العملية هو هنالك أكو دخول المولكيول والهيدروجين بوند يتكون ويزيد من عملية السولوبيليتي. ولكن فقط البيتا مشكلته أكو عندنا internal network. سموه internal hydrogen bond network هذا السبب اللي يخليه اقل فعاليه من الالفا ومن الجاما بعد عندنا البروتين اخر واحد والبروتين ليجند اللي هو interaction between small molecules such as drug and the protein تدرون البروتين هو الحامل يعني يسموه ليبوبروتين سامعين ليبوبروتين وعندنا البروتين binding بالجسم هذا جدا مهم إذن important in the drug binding to receptor of the pharmacological activity. الدرج من يدخل يرتبط ببروتين يشيله يوديه للريسبتر يعطيني الفارماكولوجيكال اكتيفيتي أو يعطيني الانزيم سبستريت انتراكشن حتى يصير بي كاتاليست يعني يتحطم أو يصير انتيبادي انتيجين رياكشن كله من خلال هذا الكومبلكسيشن والبروتين. فيصير انتيجين انتيبادي ريكوجنيشن اول مره وبعدين يصير انتراكشن بين الدرجز اند ذا بروتين ان ذا بلازما ذات افكت ذا ديستريبيوشن اوف ذا بروفايل ان ذا بودي فايش قد ارتباط الدرج بالبروتين هذا يؤدي لي الى يعطيني قيمه الديستريبيوشن يعطيني ايش قد هذا بارتيسيبنت كان نوت سين ذا سيكريت او واي تشوفون السكرين بلا زحمه شوفون السكرين قدامكم لان يعطيني اشاره يقول ما ادري يشوفون خلينا نشوف شكو ماكو اي اذا شوفوها جيد اذا ممتازه نكمل حتى يخلص المحاضره many of the interaction between the protein and the low molecular weight compounds occur in a reversible manner هاي نقطه مهمه reversible manner لانه ما يصير irreversible لانه راح يسبب لي مشكله لازم يصير reversible manner According to the following, شنو وعدنا؟ خلاص صعد هذا اللي فوق. عندنا equilibrium لأن هذا الريفرزبل لما شو يسوي؟ لما يرتبط الدواء بالبروتين وينطي الفعالية مالته ينفك البروتين عنه، يرجع مرة ثانية ياخذ بروتين درج آخر ويروح يودي للمكان الريسبتر ويعطينا التفاعل، إذا هو should be reversible manner, reversible interaction زين. بعد شنو عندنا؟ انواع الهاي امثله عليها كثيره اللي بروتين ليجند اللي هو هذا بروتين ويا الليجند يصير بروتين ليجند وبعدين ينفصلن عنهن وينطيني المولر كونستريشن ها هنا المولر كونستريشن مهم يعني ايش قد عندنا كميه الليجند وكميه البولر البروتين العفو حتى يعطيني ثانيا الكي اي از انا هاي ما منظمها عدل المعادله المفروض انظم لكم اياها عدل انا ناقل هالشكل الP هو المولر كونسنتريشن اوف بروتين الL هو المولر كونسنتريشن اوف ليجند اور دراج والPL هي المولر كونسنتريشن اوف بروتين والليجند فاذا الKa هو يمثل لي الافينيتي بتوين ذا بروتين اند ليجند اكو فد معادله بس ما مطلوب من عندكم ان تحفظوا المعادله ولكن انه العلاقه بين البروتين والليجند
مرتبطا بموجود عامل ال Ka، ارتباط ال Ka ايش قد ال affinity، K affinity A affinity ايش قد ال affinity between the ligand والبروتين، يصير ال complex وبعدين يصير عندي ارتباط او خروج الماده من او انفصال البروتين عن هاي الماده. الميكانيزم اوف انتراكشن، هيدروجين بوند هاي اولا، بروتين انتراكت وذ ا سمول مولكيول هيدروجين، اور الكتروستاتيك انتراكشن اللي هو الاكر بتوين تشارج امينو اسيد اند ذا اوبوزيتيفلي تشارج ليجند مولكيول. تعرفون الامينو اسيد دائما هذه اكو عندي الالكتروستاتيك، يعني شنو يعني انا عندي تتحرك الايونات مثلا السي دبل او، هنا الاو وهنا عندي هذا، فشي يصير عندي هنا مثلا اكو نيتروجين، فهذا الالكترونات هنا مال ذن الاثنين يحاول يجلي هنا ويعطيني هذا التشارج بين بتوين ذن، يسموه الكتروستاتيك انتراكشن بتوين ذن. طبعا اذا اكو هنا مربع يعني اكو عندي رينج. فكمثال الكتروستاتيك انتراكشن، اول هيدروجين بوند، ثاني الكتروستاتيك انتراكشن اكر بتوين تشارج امينو اسيد with oppositively charged ligand molecule or van der Waal هاي اثنين، هاي واحد هاي ثلاثة، van der Waal interaction dipole-dipole include dipole dispersion forces هذا هذا ممكن، or hydrophobic interaction هاي ثلاثة أربعة، هاي كلها أنواع الميكانيزم. hydrophobic interaction يعني شنو؟ interfacial phenomena، تذكروا interfacial phenomena درسناها، والhydrophobic that result of attraction between nonpolar via hydrophobic group with a water molecule. هاي أربعة ميكانيزم مهمات تحفظوا لياهن بالنسبة إلى البروتين ويا الليجان interaction. And this is the last slide. إن شاء الله واضح الأسئلة، إن شاء الله واضح المادة. هي موجودة الظاهرة البينية جيدة ممتازة، كلها ترجموا بالعربي رأسا. زين دكتور تعيد لنا الهدف من المحاضرة حلواي عباس، يعني هذا الحكي كله بعدين نرجع نعيد الهدف من المحاضرة، خل طلع عليك. يعني احنا ده نحكي ده نقول احنا اكو نوعين من الارتباط داخل الجسم اللي هو الكومبلكسيشن اللي يسبب لنا مشكلة في مواضيع يعني خاصة للميتابوليزم، خاصة إلى عملية الهيدروليسيس، خاصة أي موضوع داخل الجسم absorption الدراج حتى يوصل للجسم، ليوصل للريسبتر، ليوصل للسايت أوف إفكت، لازم أكو ارتباط مع بروتين أو ارتباط مع مادة أخرى حتى يوصل المنليل هذه، هذا داخل الجسم، هذا الكومبلكسيشن، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني من المحاضرة هو دراسة دخول أو الفورميليشن اللي يصير برا، يعني أنا بدي أسوي الآن أربط بين الأويل والواتر وماكو ارتباط، أحط بيناتهم شنو؟ أحط بيناتهم بوليمر، البوليمر راح يربط سوا ويسوي يصير سولوبل، وبعدين أسوي له على شكل إنجكشن أو على شكل خلينا نقول سيرب وأنطيه للإنسان. فأما داخل الجسم أو خارج الجسم، الهدف من دراسة هذه المحاضرة الكومبلكسيشن هو أن نفهم أنواع الكومبلكسيشن من الإنأورجانيك إلى الأورجانيك إلى الكيليشن إلى موضوع البوليمر إلى موضوع الإنكلوجين إلى موضوع البيكريك أسيد إلى موضوع الكافئين إلى موضوع البروتين، العفو الكافئين أنا اشتبه كافئين والبيكريك، إذن أمثلة من أمثلة الأورجانيك إلى موضوع البروتين ليجاند إنتراكشن، هذني كلهن. هذا خلاصة ما درسنا لهذه المحاضرة، الهدف من المحاضرة والخلاصة تقريبا هي هذه، وإن شاء الله مفهومة. وإذا هل عندكم سؤال استفسار أنا في خدمتكم، أي سؤال عندكم هماتين. بعد أكو سؤال استفسار لو لا؟ بعد عندنا محاضرة جدا مهمة، لأنه أنا أدري بكم هاي محاضرة ليش مهمة، لأن هاي المحاضرة إذا أخذناها هي موضوع الريولوجي، هذا إن شاء الله سنة جاية من تدخلون في موضوع يعني خلينا نقول التكنولوجي، وإذا إذاك صناعية عندكم باقين أيضا ريولوجي مهم. محاضرة عبارة عن 19 أو 18 سلايد إن شاء الله. هذا الكومبلكسيشن كان أكو بيه محاضرة أخرى بالكومبلكسيشن ما قلت لكم بيه، يعني ما درستكم لين ذيك قياس الكومبلكس شلون نقيسها، هي أكثر شيء عملي أكثر شيء، بس أنتم يعني الآن مو كلش مهمة لكم بالوقت الحاضر.
قياسه. ولكن هاي الموضوع الان انواع كلش مهمه لكم تدرسوها، وبعد عندكم محاضره يوم الثلاثاء حسب ما اتفقنا ويا طيبه ان شاء الله، او ما ادري بكره او هذا، ندرس فيها الموضوع شو عليها الريولوجي، ونكون قد انهينا الفصل كله. الموضوع مهم جدا، لانه مهم لانه تحتاجه للسنين القادمه، هذا السبب لازم نخله. شكرا لكم جميعا، اذا ماكو سؤال استفسار ننهي المحاضره. يلا خير ان شاء الله في مالا.